خلينا ابدا معاك استاذ عمر، قول لي يعني احنا اهو بنتناقش، ليه لجأتم لهذا الاسلوب؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اسلوب التدريس بيعتمد على المهارات الخاصه بالمعلم، والمهارات الموجوده عند المعلم دي معتمده في الاصل على نظريه سنه 1983 اسمها نظريه جاردنر للذكاءات. هي نظريه، فالنظريه بتتكلم على ذكاء اسمه ذكاء لغوي وذكاء شخصي وذكاء اجتماعي وذكاء منطقي رياضي. كل دي ذكاءات اللي حضرتك شفته ده بالنسبه لي، انا بتكلم على المستوى الشخصي، دي ذكاءات كلها. يعني انا لما اجي احرك الايد دي ده ذكاء حركي جسدي، هو يتسمى مهرجانات، كل واحد يسمي المصطلح وله احترام في وجهه النظر. لا ما خليه بس عشان انا مش انا عايز اسمي الاشياء باسمائها كما هي في الواقع. انت معلم تمام، بيستدعي اغاني المهرجانات المتهمه بالسوقيه، يعني اللي احنا بنقول يعني يا جماعه هذه الاغاني يعني مبتذله ومتهمه بالسوقيه وبتنحدر بالفن. ده لو انا بشغل اغاني مهرجانات، انا بشغل تراك واحد موسيقي، انا ما كملتش لحضرتك، ده تراك واحد موسيقى عباره عن طبل على تون واحد. دي ترجع للنظريه العالم. نشوف كده الاستاذ عمر، ده انت كمان استاذ عمر انت جبت رقصات وجبت واحده بالطرق. لا ما حصلش الكلام دوت واستحاله يحصل. ما انا بقول لحضرتك اهو ما حصلش واستحاله يحصل. طيب أنا نشوف كده نشوف احنا بص احنا بنناقش يا جماعه، انت هتقنعني او الاساتذه يقنعوا الناس بان ده يعني ربما يكون خطرا على التعليم، او انت تقنعهم بانه لا ده اسلوب امثل لتوصيل المعلومات. انا اتحمل المسؤوليه كامله لو هو خطر على التعليم. نشوف كده الاستاذ عمر طيب استاذ عمر، ليه بقى اللجوء لهذا الاسلوب؟ من شايف كم الصخب الكبير والازعاج، يعني هل ده يمكن ان يكون وسيله للاستيعاب؟ حضرتك اولا ده اسلوب مقرر في وزاره التربيه والتعليم اسمه مسرحه المناهج. انا عندي درس اسمه السياحه، والدرس ده اتلغى في المنهج الجديد بقاله سنتين، فانا عملت مسرحيه كامله عن السياحه، مسرحيه كامله عن السياحه في الوقت اللي فيه كانت السياحه عندنا ما كانتش على القدر الملائم. فانا ما اعمل مسرحيه فتتسمى اغاني مهرجانات فكل يسمي كما هو يريد، انما انا بتكلم ان انا عملت مسرحيه كامله في وجبت الفقره بتاعه الشخص اللي موجود دوت حضرتك، وكان فيها تدعيم جميل جدا جدا لمساله السياحه. فالنهارده انا استخدمت جسمي قدام حضرتك ده والله ذكاء مقرر. لا طب الراجل اللي جيب جلابيه بيرقص ده جاي منين؟ لا ده حضرتك دوت فقره لا تمثل 10 دقائق من الحصه الثلاث ساعات. يبقى انا مش عامل حصه يا جماعه، ده انا عامل عرض مسرحي. او هو شعور الطالب بالارتياح وهو بيذاكر ده يزعل الناس؟ يعني الطالب لما قاعد دلوقتي بيتعلم وهو يشعر بالارتياح ده ما بيفرقش معاه في القشره المخيه نفسها؟ طيب يعني انت بتقول ان انا بحببه في الماء، بعمل له وسائل جذب. ده انا يعني جايب لحضرتك نظريه ريتشارد ماير اسمها نظريه التعلم اللحني. احنا عندنا مدخلين حضرتك عندنا مدخلين للمعلومه، مدخل سمعي ومدخل بصري. حضرتك كل مدخل من المداخل الاثنين اتعلمنا يا استاذ عمر. ما انا جاي لحضرتك اسمع يعني. استاذ وائل مني حضرتك طلع زويل وما عملش كده وطلع ناس متعلمه. طب ما انا هعمل لحضرتك حاجه لايف دلوقتي، هعمل لحضرتك حاجه لايف دلوقتي بس اكمل كلامي. طيب اتفضل. فحضرتك انا عندي المدخل ده قدرته الاستيعابيه محدوده اللي هو المدخل السمعي، وعندي المدخل ده قدرته الاستيعابيه محدوده. دي نظريه ريتشارد ماير، نظريه التعلم اللحني. النظريه بتقول ان انا عندي ثلاث انواع من الذاكره، ذاكره اسمها بصريه
اثبتت المعلومات، المعلومه بتقعد فيها من 3 لـ5 ثانيه وبعد كده المعلومات بتنطفي. هنا بتقعد من 5 ثانيه لـ30 ثانيه. اما ذاكره المدى الطويل فتستقر بها المعلومات من الممكن مدى الحياه. فانا النهارده عشان انقل المعلومه من ذاكره لذاكره فبستخدم المداخل دي. فالنظريه بتتكلم على مدخلين اللي هي الرؤيه البصريه. بص اللي هيهم الطالب في النهايه، انا استوعبت ولا لا، انا ده استوعب وطبق، ذاكرت ولا لا، يا ريت ده استوعب وحصل مجموع وطبق في حياته الواقعيه. طيب. قبل ما اسمع الاستاذ حسام وبعدين اسمع تعليقات، بس انت كمان استخدمت في صور يا جماعه، استخدمت رقص في ده في فيديو اللي هو بتاع اللي قالوا رقصه تعبان. طب هي رقصه ترقص ومعاها تعبان ليه؟ ما حدش شغل دماغه بالموضوع ده. والله دي فتاة استعراضية، وانا بشرح حاجة اسمها فلسفة البيئة. فلسفة البيئة دي حضرتك بتتكلم في اللي هما الصورتين. لا يعني فتاة استعراضية في حصة تعليمية ما كمل حضرتك يعني، انت خدت يعني اللفظة دي يا استاذ وائل. دي اللي هي لا كويس. ما انا والله بناقشك، ما تخيل يعني، ما انا لازم اسالك. لا حضرتك بتنطقي الفاظ. دي حضرتك عندي في درس الفلسفة حاجة اسمها الفلسفة البيئية. فعندي حاجه حضرتك من ضمن منظمه اسمها يعني دي حصه تعليميه يا جماعه اللي انا شايفه ده. طب اكمل لحضرتك الفلسفه. طب اتفضل. عندي في فلسفه البيئه حاجه اسمها منظمه السلام الاخضر لحمايه البيئه والسلم، حمايه الحيوانات البريه. فانا نقلت للولد الصوره الذهنيه، جبت 2 حيوانات بريه اللي هو التعبان العاصر والتمساح. اطلقت الثلاث ساعات كلها، الاعلام خد الجزئيه دي. ما يشيلهم واحد يا سيدي، ما ليه؟ ما انا برضو انا ليه فتاة استعراض تشيل؟ مش هسميها راقصه يعني، فتاة استعراض زي ما ليه علاقه بالمنهج يا فندم، ليه علاقه بالمنهج. زي ما انا هعمل لحضرتك دلوقتي حاجه ليها علاقه بالمنهج واشرح عليها وهي نظريه علميه. هو طب ادينا حاجه عن المزيكا بتاعتك كده، ادينا حصه حضرتك حاجه عن المزيكا. هو الاعداد انا سبت له في كندا، ما هو ما هم هيشغلوها لك في كندا وفي اليابان. ناس بتشرح على الموسيقى حضرتك، اشمعنى احنا يعني انا سبت للاعداد فيديو كده. اليابان اعلى مستوى في التعليم، اقسم بالله في كندا ما تحلم يعني، في حد استخدمه في كندا بالظبط كده، استخدمه في اليابان. انما يعني اليابان ما بتستخدموش يعني ممكن يكون في واحد كده ياباني كندي يستخدمه، انما ما ينفعش اقول. طب انا هعمل لحضرتك حاجه، انا رحت شفت نظام التعليم في اليابان ونظام التعليم في المانيا. الكلاسيكيات بتاعتهم الموسيقى التقليديه يعني بيستخدم في اوقات الترفيه فقط. لا وكلاسيكيات يا فندم يعني زي مثلا بيتهوفن كده. طب نشوف.